صوت تونسي مطبوع نستقبله بحب كبير الفنان نذير بوابة. مرحبا بك نذير. عايز كهدوت. قليل الانتاج قليل الظهور، شو اللي يحصل معاك؟ والله يا خويا هاني قاعد نخدم، رجعت بقوه باهيه ان شاء الله المره هذيا، وعد مني ومن الببليك اللي تبع فيه. تبشرنا بك خيرا. اول ما طلعت صوت مطبوع، واحد من الناس اللي نجموا يهزوا مشعل الاغنيه التونسيه، وخاصه تعمل في جو تونسي مثخم ياسر، مطلوب في العروسات في الافراح. هل طلب نتاع البدايات الناس اللي هبطت عليك في البدايات مازال هو بيدو ولا لا؟ مازال بيان سور، الحمد لله. معني عندي ببليك، معني عندي فان بيز نتاعي انا، وقعدت نخدم وجمهور يحبني، واني بشويه بشويه. العروسات كيفاش ينجموا يتصلوا بك علما وانك مستقر في زغوان انت؟ بيان سور ينجموا يتصلوا بيا، وكان نمروي على الباج على الانستغرام على الفيسبوك، فما الواتساب، فما كل شيء. خطر جيت فتره وقت اللي انت طالع مع زياد غرسة، كان يتقال برشا انك اصابك الغرور واللي تطلب في 30 و35 مليون في السهريه. والله ليه، والله هدود باش نقول لك كيفاش نفسرها لك. العبيد كي تحب تكسرك، معناها تكسرك في الخدمه، كوتي خدمه، كي يوليو يكلموك ويقولوا لك، مش انا يكلموني انا، معناها بيرسونيلمون، كي يكلموا مثلا يحبوا على نذير، يهز تليفون الو بربي نحب على نذير في الحفله ولا الحفله خاصه الفلانه الفلاني، يقول لك راهو ديسبونيبل الداتا هذيك، اما راهو يخدم معناها ابارتير من 50 و 60 و 70 70 مليون اي و 82 و 43 ديما ديسبونيبل، اما السوم حاجه خياليه. هو انا ما نخدمش هكاك، معناتها وسطو باعوك باش يخليوني ما نخدمش، باش كي الناس تسمع اللي راهو يخدم هكاك يقول لك وسطو باعوك 80 مليون اي ليه للشيفرويت الفوق على الاخر. والله وشكون اللي يتكلم باسمك ويعطي المبالغ المشطة معناتها هذه الكل؟ معناها يعني قلت لك في بداياتي كي بديت والناس تتكلم في العبيد اللي قاعدة معناها تعرفني وما تتحصلش على نمرويا وكل. وهذا ضرك؟ على الأخر على الأخر. معناتها اليوم سومك بعيد برشا على المبالغ هذه؟ سومي بعيد برشا بيان سور. هو مثلا واحد باش يخدم في عرس معناها ولا في حفل، فما واحد يخدم هو عرس معناه باش تغني ماك ساعة ساعة غربة، فما واحد يخدم 82 مليون في ساعة غربة، فما عمري ما ريت. لا نحكي لك أنا مش على أسماء كبار ولا واحد جاي من برا، نحكي لك أنا على في بلادك معناه. أنت إنسان زوالي باش تعمل عرس، تكلم نذير تقول له نحبك في عرسي، يقول لك 100، كيفاش نعملوا؟ الفن هو مصدر رزقك الوحيد. هاي وكيفاش تصرف تو وكيفاش تعيش؟ نصرف الحمد لله يا ربي، معناها من خدمتي بو هكيك شويه شويه، نهار الفوق ونهار اللوطة، اما قاعد نخدم الحمد لله. تو دخلت في شركه باش نسجل ديما، معناها تو شولي الغنيات الافي. وصلت زنقت شويه هكا على الاخر يا هدي، ما نحكي لكش، والله والله يا هدي مش نورمال. كيفاه؟ معناها ساعات دينار واحد يبدا ما عندوش، مش على انا توا، مش على قال الراجل جاي لوج على الدينار، ما نحكي لك ساعات مولا تاجي يحتاج كيما يقولوها. صعيبه هذه، صعيبه على الاخر بيان سور، وما عندكش حل معناها. وصلت ندمت انك اخترت الفن؟ تقول لك انا عملت حاجه اخرى؟ ما ندمتش هذي، اما اني قلت لك كي تبدا انت برو في خدمتك والناس تعرفك، نحكي انا على اهل الدومين والناس اللي تعرفك في الخدمه، هذوكم هما اللي كسروك، مش انا نادم. الحمد لله خدمتي لاباس، واسال عليا معناها تونس كامله، الفرق كل تعرف معناها نذير، بالاستاذ للدكتور يعرفوا نذير شنو، اما الخدمه والواحد ما فماش هكا اللي عرفت دزين معاك معناها. الفنان في طلعته ديما محتاج شكون يدز معاه. بيان سور.
فما ناس واحدة ما تصفقش، فما ناس وعدتك باش تدز معاك وما على الاخر على الاخر على الاخر، فما ناس وعدتني برشا حاجات ما فما شيء، كل وعود من بعد شنو ما عادش يهز عليك تليفون ما اي ما عادش يهز عليك تليفون، فما اللي يقول لك اي باش تلابيك ونسجلك اغنيات ونصور لك ما يهمكش وعندك كليباتك ودنيتك حاضرين، تطلب ويقول لك والله الله والله في فرنسا والله في تونس به نحي شوفوا عبد اخر كيف كيف كلهم على فرد مد، مش نحكي انا نلوج على شكون باش يردني نغني، نحكي كيفاش باش نولي نخدم خير واكثر ومتحركه معناها الدنيا والامور. تجربتك في الرشيديه ماديا كانت باهيه؟ جمله 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 اني نقولها قدام 12000 تونسي والله، وانا كي طلعت للرشيديه طلعت على اساس من الاول على اساس انا فنان معناها فنان ارتيست، تشوف في الشيكات نتاع الفنانين اللي يجيو معناها يعملوا جوست ساعه ويعملوا غنية ويروحوا يهبطوا من الحفلة ياخذوا شيك ما شاء الله. أنا يعني راني ديما نقول لك هادي راني مانيش على الفلوس، وأنا 5 سنين نطلع كورال، راني أنا عملت كارتاج عملت زوز مسلسلات وعني عامل غنيات ناس تعرفني نورمال موت، وتعرف راك نذير كيفاش 5 سنين وأنا كورال نطلع نغني، بعد تشوف الصوم تقول كان خذيت كاسكروت خير اللي والله استغلال غير عادي غير عادي. خلصت في فلوسك ولا ليه؟ الحفلة الأخرى ما خلصتش فيها أنا هيك لليوم لليوم، وتنحات الهيئة وتنحات الإدارة وتنحات وتنحى المدير وتنحى الدنيا كل، كانت رشيدي ما عادش للأسف الشديد والله ما عاد بالله غالب ملا مدرسة وملا نوب وملا حاجات وملا فن راقي على الأخر حتى الناس وحتى الببليك نتاعها حاجة ولا غالب هلكوها اللي يخدموا في ديما الحاجة الباهية راهي وراها أذوكم جميع حبايبنا ديما نلقاو ديما في حيط حبايبنا شخص معين انت لا حبايبنا معناها جميع هذوكم اللي يهل كل الحكايه تكون حاجه واو ما شاء الله يجيك يعمل لك هدر وحكي. نذير على ذكر التمثيل نعورة الهواء كانت لك تجربه، لكن برشا ما يعرفوش اللي انت كنت مرشح باش تغني جينيريك اللي غنيه بعد الفنان وليد التونسي. اي بيان سور اي انا كنت نغنيها الغناية. صبيت صوتك؟ صبيت صوتي اي. شنو اللي صار؟ صبيت صوتي وانا في الوقت هذاك معناها عندي تورني في ألمانيا معناها مصحح كونترا، عندي عملت 3 حفلات في برلين ودرمشتاد وفرانكفورت، والوقت هذاك اللي أنا نخدم فيه ما عادش معناها كافي الوقت نتاع المسلسل وكلش، سجلها وليد يعطيه الصحة فريمون حاجة جميلة وتحية لي وتحية لربيع الزموري. هي تخذ بخاطرنا نسمعوا مقطع من جينيريك نعورة الهواء. شكرا نذير. نذير في نفس الوقت دمع رجال الأغنية اللي قدمتها بحذانا فرحنا بها، هي أغنية للفنان الكبير والقدير لطفي جرمان. وكان أول كليب في المسيرة متاعك للأسف الكليب يتفسخ. ولده ما نحا معنى ما حبش وانا ما عنديش كونتاكت متاعه وسيبوا نسيتوا الموضوع أكوتي واني قاعد ديجا نخدم ونسجل في جديد. انت اعتديت على الملكية الفكرية لطفي جرمانة وإلا تلوم على ولده كيفاش ما مقبلش الهدية اللي انت عملتها؟ ليه ما نلومش على ولده؟ ولده هو ديجا كي جي حذيك انا تفرجت معناها فيها الحلقة قال انا نذير نحبه وصوته بيه وكل شيء، اما راني ما حملتش انه معناها يغني غنية باب، وانا مش معناها استوليت على غنية بو، انا غنية نحبها وزيد معناها صورتها قلت انا مانيش معناها باش نشريها، هي ديجا الغنيه في اليوتيوب عامله 14 مليون عندها اكثر من 10 سنين، معناها مش انا تو باش نجي نعمل الغنيه ونعاودها من اول وجديد ونعاود نشهرها، انا جيست عملت كفر بصوتي انا. اما المداخيل نتاع الغنيه هذه على اليوتيوب تجيك ليك انت ولا تمشي للطفي جرمانه؟ الغنية عملت 4000 ولا 5000 فيو وتفسخت، معناها ما عملتش حتى شيء، انا نهبت ستوري تعمل لي 20000. مش غنية على اليوتيوب والناس اللي لازم تتابعوا وتفرجوا وتبارتاجي برشا حاجات.
توجعت؟ توجعت خاطر فهمت أول الفازة وجيت حذيك وحبيت نسمع الغنية بصوت نذير وكل كي نحيا ما تنجمش تقوله حد شيء يعني عنده حق وكهو. لو كنت في بلاستو هو والله قسما بالليل علي العظيم لنكلمه ولندور به مديم غنية هي ديجا قلت لك بوه مشهور أكثر من نار على العالم وهو والغني مانيش باش نعمل له حتى شيء. قلت لك عملت 4000 في وفسخ عادي ماني قسما بالله نخليه يغني انا عزيزي وليدو معناها وخو عزيزي ملحنين نوب في العزوزيه كل شيء واللي يجي يطلع في التلفزيون يقول انا ولد العزوزيه مش نحكي معناها على ولد العزوزي نحكي على برشا في ايد يجي يقول انا ولد العزوزي انا راني نغني انا راني وهو اللي نحن الفرقه الاولى نحن الفرقه الاولى اما برشا حاجاتك اللي يفكوهم لك وعينك تغزو مش فكين اما كيما نحكي لك معناها حاجتك اذا شارت واذا الناس حبتها تنجم تغنيها عادي. من أجمل ما تقدم هي الأغاني التونسية إيه؟ وليلة مدامك بحذانا إيه؟ نذير بواب كوكتيل تونسي. نذير بواب على كرسي الحب. نذير مبروك ما عملت حيسك ربي يبارك فيك. أي الخطبة نهار 17 ديسمبر. أي تعرفت على بنت الحليل قال الراجل وبشوية مشيت هزيت الفامي ومشينا اختبر برشا تعليقات وقت اللي هبطت التصويرة متاعكم يا ولدي قلبوها الدن بتصور ما فهمتش معنية علاش قولي أنا باش نقعد مانيش باش نخطب معناها اللي هذا في الباجيت الكل معناها هاي نمشي لدار العجز نذير كان في نعورة الهواء أو اليوم عروس وإحنا مازلنا قاعدين في الدار. قديش عمرك؟ 24 باش نعمل 25 26 جوان دونك عادي 25 سنة عادي على الاخر 25 سنة سنة متاع خطبة إن شاء الله ربي يفرحنا الناس كل العباد وقفت تصويرتك عندهم وانت وليد صغير في نعورة الهواء انت بحثت على عرس انت بحثت على عروسة ليلي والله هكيكا معناها مكتوبة ربي صدفة والله يا هادي صدفة. كيفاش صارت الصدفة هذه؟ صدفة بالتليفون معناها كونيكسيون وينك شنحوالك يرحم مرت سيدي كاو جينا بالضبط. انتم عائلة مع بعضكم؟ ليه مانيش معناها ما نقربوش لبعضنا وما نعرفوش بعضنا كومبليتمون. معناها هي المرأة متاعي كانت تعرفني في نعورة الهواء أما ما عمري ما قابلتها وحتى كي وفي نعورة الهواء ما عادش تبعت حتى المسلسل اللي من بعده ولا خدمتي ولا فازيت. شو اللي لقيته عند الأنسة اللي متصور معاها واللي ولد خطيبتك توا وما لقيتوش في حتى واحدة أخرى؟ والله هذه أول حاجة هي التربية معناها أول حاجة هي التربية والثقة والمحبة وكيفاش معناها تحس راني معناها واحد كي يتعامل مع عبد يعرفه معناها من داخل كيفاش. الحمد لله يا ربي إن شاء الله ربي يطيح كل مؤمن بنية تحليل معناها. خططت لها التصويرة هذه؟ يلزمها تكون هكا ما نشوفوش وجهها؟ أي بيان سور لا ممنوع باش نشوفوا تصويرة خطيبتك؟ من عم بيت تن زيت من أنا هكيك عاد عربي وحزار وقلبي يشعلنا معناها ما نجمش دونك قلت نهبط تصاوري خاطر لازم العبيد معناها تعرف اما ما هي ما وهي زيدة كانت معناها معايا في الراي. انت مستحيل نراها معاك في كليب ولا في امبوسيبل برنامج في التلفزه ولا لا امبوسيبل ليه هي امبوسيبل. وقتاش العرس؟ العرس مازال برج ولي معناها مازال العرس مش وقته توا مانيش باش نعرس معناها عام الجاي ولا 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 معناها بعد عامين يبدا تخميم العرس خاطر مازلت اما المفيد نحن عملنا اللازم. انت اللي تدخل في برشا عرايس في العروسات شكون الفنان اللي تحبوا يدخلك عروس
والله نحب نقدم تحية لفنان كبير برشا هو لطفي بوشنيق، والله يرحم والدين والديه، نحبه برشا وماذا بي يغني لي في عرسي، مش محبة وقيمة وقدر وروح. هذه كي توفى بابا بوشنيق، معناه الناس معبية في الدار وماك تعرف دار مين تأكل، معناه إن الرجل قديش نعزه وقديش نحبه. جيني للدار في السالة بتاع دارنا وقرأ لي القرآن، بيرحم والدين والديه، أنا نحبه وإن شاء الله بحول الله إن شاء الله رأسه حي ويدخلني هو عروس إن شاء الله يا رب إن شاء الله. وتحية للفنان الكبير والقدير فنان لطفي بوشنيق. نذير باش نخلي لك المسرح لأنه جيتنا بالجديد، الأغنية عنوانها نغطيك. هي نجوم العالم بيها نغطيك، أما نغطيك خاطر نجوم العالم نجوم معناها مكونسومية برشا. واضح. دونك نغطيك، هذا جديد الفنان اللي نحبوه برشا نذير بوابة. نذير بواب شكرا جزيلا لك، مبروك الاغنيه. نذكر الاغنيه نلقاو على شين يوتيوب نذير بواب، تنجموا تدخلوا تتفاعلوا مع الاغنيه هذه. نذير نشكرك برشا، نخلي لك كلمه الختام. عايشك هدهود، نشكرك انت على الاستضافه، ميرسي بوكو، نورتنا. نحب نشكر تسنيم الرزقي اللي صورت لي الكليب، شراوت الام سيز اللي كتب لي الاغنيه، وبرونو تسجيل. تحية للفرقة كبيرة كبيرة برشا، وتصفيقة كبيرة للجمهور محليا مكلم. شكرا شكرا نذير بواب. ميرسي بوكو. كان هذا كل شيء ليلة في فكرة سامي فهري. شكرا لكل الضيوف، شكرا لكم على الوفاء والمتابعة، شكر خاص للفرقة الموسيقية فرقة مزيكا بقية المايسترو خالد بن عيسى. نتقابل إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس الموعد. ببين نسكر، صباح الخير.